تتبعي القناة، متبعي قناة شوف تي في. صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في، حديقة جنان السبيل أو قطرة حليب أو حديقة المارشي أو حديقة موريتانيا، كل واحد كيسميها. حديقة جميلة رائعة بترميم جميل بإنارة ديالها. متبعي قناة شوف تي في، حنا كنديرو جولة في هذه الحديقة الجميلة والرائعة. نشوفوا الأجواء كي دايرة في هذه الحديقة تزامنا مع أيام معدودة أو أيام قليلة على انطلاق عملية التلقيح أو التلقيح ضد الكوفيد 19 أو الوباء القاتل. فنتمنى إن شاء الله من بعد التلقيح ترجع الأمور كما كانت، وترجع هاد الحديقة تحيي الأمجاد ديالها بالإنارة ديالها بالمناظر الجميلة ديالها. متبعي قناة شوف تي في، فألف تحية لكم من هذا المنبر، منبر القناة، وتحية للجميع، جميع متبعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب. احنا الآن دابا في الجولة جنبات هذه الحديقة اللي كتجي محادية لمسجد موريتانيا. متبعي القناة شوف تي في، حديقة محادية لمسجد موريتانيا. جولة صباحية من هاد الحديقة الجميلة والرائعة. أصدقاء شوف تي في، منظر جميل ورائع. فصباح الخير عليكم متابعي قناة شوف تي في، وألف تحية لكم. أجواء جميلة ورائعة من قلب الحديقة. عمو صباح الخير، حفظك عمو. الحمد لله عمو، حفظك الله يسهل عليك. شنو هو؟ ها؟ داك البراكة، ما سمعتش. فين البراكة؟ هذيك. فين البراكة؟ لا لا داير غير جولة، كاين شي براكة اسمها؟ لا هي أنا داير هاد. لا لا غير كنتسارى. لا لا تبارك الله. تما كتنعس أخي عمو. تما كنعسس وكدا وباغيني ترنا هو كيجمع ماتيريال. شكون اللي كيجمع؟ المقاول هذاك؟ المقاول راه صافي باغي يسلس، راه جمع هذوك وهذوك. ايوا. وغادي يجمع شي ماتيريال في الطواليطات. وانت داير خدمتك انت يا. انت داير خدمتك. داير خدمتي. ايوا صافي. الطواليا بزاف عبد الله العسل. الله يعاونك اخي.
الله يعاون. دير خدمتك الله يعاونك، الله يسهل عليك في هذا النهار. وقف معنا وقف معنا واه نقف معك في الخير ان شاء الله. الله يحفظك. هذه الجريده شويه ديال التشطاب وشويه كذا راه ماشي غاديه مزيانه. دابا تشوف والله ما نخليش هذه بحال اللي ديالنا كاملين. واه كرد داينا الناس كلها فرحانه. لا هذه تاريخ، هذه شويه التشطاب وشويه الدراري بس اللي حقا حيد من الربيع حقا صافي والامور تمشي مزيان. والله الا سربس ما المقاول دار الخدمه راه ماشي بحال هكا. الله يرضي عليك. راني قايم بالواجب. معليش معليش. معليش. هادي راه ديالنا كاملين راك تما. حتى جيتينا عيط ليا. مرحبا سيدي. فمرحبا متابعي قناة الشوف تي في. كما قلت هادي الجردة ديالنا كاملين، نتمناو أنها تبقى هكا بهاد المناظر الجميلة ديالها، بعد لي زاكسيسوار ديالها، مخيلة قديمة من أيام الاستعمار الفرنسي، مسجد موريتانيا. متابعي القناة، فألف تحية للجميع ومرحبا بكم معنا في هذا الجوال المباشر على قناتكم قناة شوف تي في. مرحبا بكم أصدقاء القناة قناة شوف تي في. ألف تحية لكم من هذا المنبر، منبر القناة، قناتكم المفضلة. كما كتشوفوا كنتواجدوا بحديقة قطرة حليب أو جنان السبي أو حديقة موريتانيا أو جردة الجامع أو جردة المارشي أو جردة ديال مدرسة السوق، كل واحد كي كيسميها، لكن ترميم جميل ورائع بالمستوى. نتمنوا إن شاء الله الخير من عند الله، ونتمنوا ديك النهار كنا دينا واحد البث مباشر شي بعد الخروقات بعد الأمور، لكن تم التفادي ديالها وتصلحت. فهذا الدور القناة شوف تي في، إيصال الرسالة للمسؤولين، ولأني ما كنقلبوش حنا على الصداع ولا المشاكل، كنقلبوا على رسالة نوصلوها، وملي كتوصل الحمد لله كيعجبنا الحال. احنا رجعنا وكنديروا بث مباشر آخر، ونشكروا جمالية الحديقة، فما كنصوروش غير السلبي، كنصوروا ما اللي خصو يتصور. متابعي قناة شوف تي في، وقناة شوف تي في قناة بدون فبركة، وقناة الحقيقة، وقناة اللايف أي المباشر. من عينكش تقد لي وجهك، ومن عينكش تقد لي حالتك، ومن عينك تقد لي شعرك، كيما راك راك مقبول وراك عاجبنا. فتحية للجميع، جميع متابعي قناة شوف تي في بهاد المناظر الرائعة الصباحية والجميلة. حديقة قطرة حليب، الحديقة الجميلة والرائعة. متابعي القناة نشكركم على التتبع ديالكم معنا، وغادي يكون عندنا هذا النهار برنامج رائع حافل ممتاز على قناة شوف تي في مع الممثل الجهة الشرقية زائد تازة. غادي يكون عندنا برنامج في قرسيف بوحلو ودمليل وإقليم تازة. فنشكركم متابعي قناة شوف تي في على التواصل ديالكم معنا، وألف تحية للجميع، جميع متابعي قناة شوف تي في داخل المغرب وخارج المغرب. كنفرح ملي كنشوف انا مناظر جميله بالمدينه ديالي. انا انسان منطقي واقعي، ما عنديش مع المزايدات الخاويه، عندي مع المنطق. فنتمنوا الخير والسلامه والعافيه للجميع. متابعي قناة شوف تي في، هذو الكراسي القدام اللي كانوا ديال الحديد، ايام التاريخ الجميل. وهذه الحديقة محادية لمسجد كتسمى مسجد موريتانيا. متابعي قناة شوف تي في اللي هو هذا. فألف تحية للجميع، تحية لكم من هذا المنبر، منبر شوف تي في. وجولة صباحية. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في. والف تحية لكم متابعي قناة شوف تي في.
نهاركم مبروك، نتلاقوا بعد.